حمى الدنك بالعربية أو الدنك بالإنجليزية زي ما تحب تنطقها يعني. مستشار رئيس الجمهورية للصحة أقر أخيرا أن احنا عندنا انتشار لحمى الدنك في القنا. السياسة العامة كانت أن احنا ما عندناش، ما شفناش. الرئيس حلو وزي ما قال الرئيس الصحة في مصر كويسة، ما عندناش أي مشكلة. لكن طلع محمد عوض تاج الدين قال إن المرض الغامض المنتشر في قنا هو حمى الدنك، مشيرا في حديثه لبرنامج مع مش عارف مين إلى أن الأعداد المصابة كبيرة، وهو ما أحدث حالة من الخوف والهلع. يا ساتر يا رب، دول بيعترفوا إن في أعداد وبيعترفوا إن في انتشار وبيعترفوا إن في حالة من الخوف والهلع. دي سياسة صحية جديدة على النظام المصري، ما كناش متعودين عليهم إن هم يعملوا حاجة زي كده. لكن طالما اعترفوا، طالما أن هناك تصريح رسمي بأن لدينا، مش عايز أقول وباء، لكن لدينا مرض غامض بينتشر، خلينا نتعرف أكثر على هذا المرض وعلى رد فعل مستشار الرئاسة للصحة. خلينا نرحب بضيفي عبر سكايب من لندن، دكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الأسبق. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. ده اعتراف رسمي من الحكومة، من النظام، أن في حمى دنك بدأت تنتشر في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحت حضراتكم جميع السادة المشاهدين. وفعلا كان كلام الدكتور محمد عوض تاج الدين بالأمس أول تصريح رسمي من الدولة بوجود مسمى حمى الدنك. والحقيقة الغريبة أن الدكتور عوض تاج الدين طلع في المساء أعلن، في حين أن وزير الصحة كان في صباح الاثنين كان بيطمن الأهالي بيقول لهم أنه تم مواجهة المرض الغامض والسيطرة عليه. وكانت وقتها تصريح منتهى الغرابة ان يقول انه سيطر على مرض غامض وهو لا يعرف هذا المرض. طبعا كانت تصريح غير علمي وغير مسؤول بالمره من وزير الصحه. المفروض اول نشخص المرض نعلن عنه وناخد اجراءاتنا ونسيطرنا عليه، يعني دي من ناحيه الاجراءات الصحيه المعقوله عند عقليا. لكن هو الحقيقه لما الدكتور عوض تاج الدين مساء اعلن فكان لازم وزير الصحه يطلع بيان يؤكد على كلام عوض تاج الدين. عوض تاج الدين بيمثل مستشار الرئاسه، فطالما عوض تاج الدين اتكلم فأكيد عوض تاج الدين اتكلم بناء على توجيهات من القيادة السياسية، فكان لازم الصحة تطلع بيان. وفعلا الصحة طلعت بيان صباح اليوم، يمكن أنا كنت بالأمس بتكلم بقول لازم الصحة تطلع بيان وده يكون فيه شفافين. ففوجئنا من كم ساعة، من عدة ساعات بسيطة يعني، الصحة طلعت بيان بتقول إن إحنا نزلنا بالفريق الوقائي وخدنا عينات من أماكن الناموس وكثافة البعوض، ولنا فعلا البعوض اللي هي بيسموها الزعيجة المصرية موجودة، وحللنا للمصابين ولقينا فعلا ان هي مرض حمى الدنك اللي موجود عند الناس. وعايز احنا يعني بنطمن الناس وناخد اجراءات وقائيه ونعمل ونسوي تبع توجيهات القياده السياسيه. الحقيقه يمكن دي كانت سبب الضغوط الشعبيه او الضغوط المجتمعيه، لان الحقيقه الناس كلها خافت من ذكريات مؤلمه لمرض كورونا لما كان. طيب ما هو ده سؤال مهم الحقيقه دكتور، انه ايام كورونا كان الموقع العالمي اللي هو الناس بتروح عشان تعرف منه الإحصاءات، كم واحد أصيب وكم واحد خف وكم واحد مات في مثلا في بريطانيا في الولايات المتحدة، كان دايما العداد عند مصر مصفر في موضوع الأموات، ما كانش فيه أرقام، أعداد الإصابات كانت قليلة جدا، وكان في حالة تعتيم كده. حتى الناس في مصر في البيوت بدأوا يتعاملوا مع كورونا ده وكأنه إيدز، يعني ما يصحش تقول إن جالك كورونا. كانت العلاجات بتاع الكورونا ياما في الصيدليات زي مجموعة البرد زمان كده في التسعينات يعني. فليه النظام المرة دي بيتعامل لا بشكل مختلف، هو بعد يومين طلع اعترف ان احنا عندنا انتشار وفي حالات كبيرة؟ هو الحقيقة هنا في فعلا فريق جوهري موجود ان كان في وزارة الصحة نفسها وفي التشكيلة نفسها لازم نقوله، لان يعني المفروض الحق يتقال لاصحابه. يعني الحقيقة ان في بداية كورونا لما كانت الدكتورة هالة زايد اللي هي الوزيرة السابقة موجودة، هي اول مسكت الوزارة يعني ازاحت جميع القيادات في الطب الوقائي اللي كانت موجوده قبل كده، وجابت قيادات من خلال الشله او المنظومه التابعه ليها، وعملت هيئه لكورونا من كبار الشخصيات اللي هي طبعا لهم علاقات. واصبحت كورونا عباره عن مشروع ممول داخل الوزاره خارج اطار الوزاره، واصبح نوع من التهميش للطب الوقائي، فهي اللي بتتكلم لوحدها ودخلت في سياسه تلك سياسه التعميه، لدرجه ان بعدها بعد كورونا بحوالي شهر لما تم تعيين الدكتور عوض تاج الدين، انا يوم طلعت واتكلمت قلت دي يعني بصوا خير لما راجل استاذ جامعي ووزير يتعين ووزير سابق يبقى هو موجود في الصوره كده يقول كلام مختلف عن كلام وزاره الصحه. الحقيقه ده كان وقتها، لكن الحقيقه اللي حصل في هذا التوقيت ان بعد رحيل الدكتوره هاله زايد بالمشكله الفضيحه اللي كانت مشت بيها،
بدأ رجال الطب الوقائي يعودوا تاني للوزارة. كان لما نزل الطب الوقائي من يومين للمنطقة وطلعوا مع الفضائيات، قالوا احنا نزلنا وعملنا شغل وخدنا عينات وبنعمل تقصي وبائي وبناخد عينات من المية وعينات من اليرقات وعينات من البعوض وبناخد مساحات من الناس. الحقيقة بدأت أحس إن في يعني تغيير حصل في الوزارة في الفترة الحالية. لكن أيضا كلام الوزير بالأمس كان ماشي على النمط القديم، فكان لازم كلام الوزير يتصوب ويرجع لوضعه الأصلي ويطلع النهاردة بيان من الوزارة يقول أيوه إحنا فعلا لقينا، عشان الناس تطمن. لأن الفكرة ما أقدرش أطمن الناس وانا عامل نوع الغموض. طيب احنا كده الحمد لله وصلنا لمرحله كويسه جدا ان هم اعترفوا ان في مرض وقالوا ان هم بداوا ياخدوا اجراءات. المفترض يعملوا ايه؟ ما هم ايام كورونا قالوا ان في كورونا بس ما كانوش بيعلنوا حاجه، لا بيعلنوا بروتوكول علاج واضح، ولا كان في تخبط، ولا في عقار او مصل او اي حاجه، ولا في خطه علاج. كان كل محافظه بتطبق خطه علاج مختلفه عن الثانيه. كويس جدا. الحقيقه هو الكلام اللي كنا بنقوله حتى من ايام كورونا قلناه في اليومين اللي فاتوا، الكلام العلمي ان طالما عندنا هذا المرض ليس له علاج، ايوه العرض ممكن تيجي بسيطه لكن ممكن تيجي اعراض شديده تؤدي الى الوفاه. يبقى اذا الخط الاساسي عندنا هو اللي ينتقل من شخص الى شخص. فموضوع الكمامات والكلام ده غير كورونا خالص، هو بينتقل عن طريق بعوضه اسمها الزعاجه المصريه او ايديس ايجيبتي، موجوده في مصر، موجوده فعلا. هذا المرض ظهر قبل كده في القصير سنه 2017 وكان له اجراءات من الفقر النسبي اللي من ان نمنع تكاثر البعوض اللي ينقلها للمرض. دي اهم حاجه. بموضوع اللي هي اماكن التوالد نحاول نقضي عليها، اللي هي البرك، ننشف البرك، لو حاجات ثابته نغطيها بمواد تقتل الرقات، نبدا عمليات الرش فتره الصباح المبكر او قبل المغرب الى فتره نشاط البعوضه، نبدا نعمل اجراءات ميكانيكيه او اليه داخل المنازل بسلك على الشبابيك انهم في ناموسيه، اللي بيخرج من البيت ما يخرجش بدري قوي او ساعه المغربيه ويكون لابس كم طويل ويدهن جلده بمواد طارده للحشرات. نعم. اللي يديله الاعراض السخونه والكلام ده يقعد في البيت. يقعد في البيت ليه؟ لان المرض بيحتاج الراحه التامه، شرب سوائل كتير مع الباراسيتامول تحديدا، مش الحاجات الثانيه. يعني اي خفض حراره ما ينفعش، كلوروفين كتافلام ما ينفعش، لانه له مشاكل لازم هو الابيمول او البنادول. والسبب ثاني ان هو لما يقعد في البيت مش هيتعرض لناموسه تلسعه تاني، لان الناموسه لما بتلسع انسان مصاب بتاخد منه الدم بيفضل جواها لمده اسبوع 10 ايام يتكاثر يعمل الفيروس. طول ما البعوضه موجوده بتنقل المرض. فاحنا الاقل المصاب يقعد في البيت عشان ما يعديش غيره، وفي نفس الوقت السليم ما يخرجش في اماكن ما تعرفش البعوض حتى لا يصاب. دي يمكن دي اهم الاجراءات دي بصوره عامه. وهنا دور بقى الناس الحقيقه، يمكن حتى اللي بيربوا حتى حيوانات او طيور، اي مسئه ميه صغيره ان شاء الله كميه صغيره باتت مكشوفه ممكن البعوض يتواجد جواها، فلازم اي كميه ميه دي تكفى تماما مع اجراءات الرش او الاجراءات الميكانيكيه. بكده نمنع العائل الوسيط اللي هو البعوضه، ودي احسن طريقه للوقايه من المرض. اشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى جويش وكيل وزاره الصحه الاسبق، كنت ضيفي عبر سكايب.